انا معايا دلوقتي كابتن علاء رواص، نجم نادي الاتحاد، اتحاد جده السابق، ومدرب اتحاد جده السابق. كابتن علاء، مشرف ومنور حضرتك النهارده، خساره اتحاد جده مباراته اليوم امام النادي الاهلي. اهلا بيك اخويا كريم، وتحيتي للكابتن عبد الحميد حسن، وبارك له على الفوز، ونبارك للنادي الاهلي على الفوز الذي حقيقه هم يستحقوا الفوز هذا ومو غريب عليهم. وشكرا لبرنامج رقم 10 لاتاحه الفرصه هذه ان احنا نتحدث عن المباراه المهمه، المباراه اللي كانت قمه صراحه في كل حاجه فيها من كل النواحي. النهارده على مستوى الروح الرياضيه وعلى مستوى الاداء الفني تحديدا من النادي، على مستوى وعلى مستوى الجماهير، جماهير الاتحاد وجماهير الاهلي النهارده كانوا عاملين شكل عظيم جدا في المباراه. شيء رائع صراحه. صحيح. ليه شيء نفتخر فيه احنا كعرب انه احنا ناديين بالشكل هذا وبحجم الجماهير هذه، شيء مفرح الصراحه. كابتن علاء، في نظرك وفي وجهه نظرك، لماذا تفوق النادي الاهلي هذا التفوق الكبير على نادي الاتحاد في مباراه اليوم؟ شوف انا بالنسبه لي لما نجي اتكلم عن المباراه بقول انه الاتحاد يعني يمكن لعب اول 10 دقائق في المباراه. بس لو سالت ان هو يستحق الفوز انا اقول لك لا، ما كان يستحق الفوز. يعني عطفا على الاداء اللي كان موجود في الفريق. يعني لو تيجي تشوف انت الفرقه عندنا المشكله فيها الكبيره انه كانت اللعيبه اللي هم الخبرات في الفريق بنزيما وروما وكانتي وفابينو، هذول اللي عندهم خبرات يعني خبرات كبيره، ما يعني ادوا اداء صراحه غير متوقع يعني بالنسبه للفريق. وكمان بالنسبه لي انا انه تحس انه التجهيز الفني ما كان في الصوره المناسبه بالنسبه للفريق. المدرب لسه يمكن هذه رابع مباراه، ما عرف كيف امكانيات كل اللاعبين، لدرجه انه هو يعني حتى عندنا الظهير الايسر ارهق من الجهه اليمين، ما كان يعني. فانا احس ان المدرب لسه ما فهم اللاعبين، ما عرفهم بالشكل المناسب. لكن النادي الاهلي كان اداؤه عالي، كان حاضرين اللاعبين، كان في تجهيز للمباراه. كمان هم قريوا نادي الاتحاد بشكل اكبر. يمكن انا بالنسبه لي نادي الاتحاد لما لعب مع فريق اوكلاند سيتي، طبعا هو فريق ضعيف، بس اعتقد انه كان الفوز كان خادع بالنسبه للمدرب. صحيح. لكن النادي الاهلي كان اداؤه عالي. صحيح. عمل كل حاجه. طيب كابتن علاء، لو تسمح طبعا. عايز اسالك سؤال بشكل واضح، هل الجهاز الفني للاتحاد ولاعبه الاتحاد ما ادوش المباراه دي القدر الكافي، ما ادوش المباراه دي او للنادي الاهلي تحديدا القدر الكافي من الاهميه وكونه منافس كبير؟ لا 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 لا، بالعكس. لا لا بالعكس يا اخوي كريم، لا كان فيه اهتمام، بالعكس كان فيه اهتمام كبير من اللاعبين وكل شيء. بس انا بقول لك، انا بتكلم عن القراءه كريم. القراءه هي المهمه انا بالنسبه للفمر. لكن كان فيه اهتمام، لا كان فيه اهتمام جماهيري، كان فيه اهتمام من اللاعبين، وكان الكل طبعا بيتمنى مباراه زي هذه في بطوله زي هذه ان هو يكون كويس. بس انا بقول لك اللي انا شفته في المباراه انه اللاعبين الخبره اللي انت تقول عليهم ما كانوا في حالتهم، اللي هم لانه هم هذول اصحاب الخبرات الكبيره ما كانوا في حالتهم. اضاف على كده انه الاهلي كان يعني خلينا نقول كمان ان نادي الاهلي يعني قبل المباراه هذه او من خلال الفتره اللي فاتت برضه ما كان في حاله فنيه كويسه يا كريم، صح ولا لا؟ زي الاتحاد برضه في الدوري كده. بس صحيح. الاهلي كان في المباراه دي انا بالنسبه لي كان حاضر، كان في حاله فنيه عاليه، لعبوا بطريقه كيف ان هم يقدروا يستفيدوا من الاخطاء اللي موجوده في الاتحاد. اعتمدوا على السرعات اللي هي موجوده من الجهه اليمين وكهرباء والشحات، وكانت هي هذه اعتقد العلامه الفارقه في المباراه. صحيح صحيح. طيب كابتن علاء، اخيرا عايز اسالك على محمد الشناوي تحديدا، بسال حارس كبير في تاريخ الاتحاد جده، رايك كيف مستوى محمد الشناوي؟ طبعا انا بالنسبه لي طبعا انا معجب من اول في الكابتن محمد الشناوي، من الحراس المفضلين انا بالنسبه لي. حقيقه اليوم كان يعني انا بالنسبه لي كان علامه فارقه، كان كمدرب حراس
لما نجي انا اقيمه انا اديله 10 من 10. انا من وجهه نظري المفروض ان هو يكون رجل المباراه. اول شيء هو رد وصد الكابتن صد الكابتن صد عبد الحميد حسن نجم النادي الاهلي السابق ضيفي في الاستوديو دلوقتي، وكان بيقول نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله انه في رايه ان محمد الشناوي كان افضل لاعب في المباراه. انا بالنسبه لي اديله، انا بالنسبه لي اديله، أنا شوف كل يعني كل اللاعبين اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي ادوا اداء كلهم عالي خلينا نقول صحيح. لكن انا بالنسبه لي لما اجي اشوف مين اللي عمل تحويل للمباراه هو صحيح. ضربه الجزاء دي لو جات في التعادل عارف يا كريم، لو جات على الاقل خلينا نقول بغض النظر عن انه احنا الخبرات عندنا نقول ما هم في حالتهم الطبيعيه، بس لكن لما لو 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 جاء ضربه الجزاء هذه صارت في 1-1 انا اعتقد حتى ممكن يتغير اشياء كثيره. غير كده كمان الفرصه حقت فيصل اللي هو طلعها، وفي فرصه ثانيه يعني هو اليوم انا بالنسبه لي في حدود يمكن 3 اهداف محققه خلينا نقول غير ضربة الجزاء، وبعدين كان حاضر كان بيطلع فوق الناس كلها وبياخذ الكورة. لا 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 كان حاجة يعني أنا اليوم بالنسبة لي كان نجم المباراة وكان يستحق لو في حاجة أكثر من 10 من 10 نعطيله، لازم أنا أعطيله شو اسمه بالنسبة لي أعطيله جائزة أفضل لاعب في المباراة. صحيح. كابتن الكبير كابتن علاء رواص حارس مرمى ومدرب اتحاد جدة السابق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. تتفق معايا طبعا. جميل قوي صح؟ هو جميل قوي. هم على فكره كل الناس عشان ابقى امين والله. لا هم كل الناس تحدثوا باحترام شديد جدا عن النادي الاهلي تحديدا بعد المباراه، حتى بعض الاعلاميين او الصحفيين اللي كانوا يتحدثوا بتقليل عن النادي الاهلي قبل المباراه بعد المباراه ايقنوا بقى فكره انه ان احنا بنهزر.